دكتورة سعاد الصباح جزاها الله خير استأجرت إذاعة محلية لمدة ساعتين بالليل، هذه الإذاعة باللغة العربية، فعساس هم توحد الكويتيين اللي في لندن، تعطيهم الأخبار أول بأول، وأيضا توضح للعرب اللي موجودين في لندن، لأن ذيك الفترة طبعا أطلعت شيء اسمه دول الضد إذا تذكرون، ووايد من الجاليات العربية كانت ضدنا، الجالية الفلسطينية، الجالية السودانية، الجالية العراقية نفسها، هذول الموجودين في 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 العراق، أقصد في لندن. فبدأت تبث، واحدة من الحلقات استدعوني بالإذاعة. قبلها ما كان أكو أي تواصل بينك وبين دكتورة سعاد الصباح؟ لا، بعد للحين أنا ما التقيت فيها كلقاء، ذاك اتصال من الإذاعة أن يبون يستضيفوني. فرحت أنا مدة ساعتين الاستضافة، أنك تتكلم وتيك التلفونات دايركت مباشرة وأنت ترد عليهم وترد عليهم كويتين وغير كويتين. فيعني أحد الاتصالات وبدأوا ينرفزوني. ياك أحد اتصالات من منهم؟ من واحد من السودانيين، واحد من العراقيين، أني عبد المحسن أنتوا كنتوا ماخذينكم أمن الدولة ومعتقلينكم، وانتوا حقوقكم مو مصانة، وانتوا 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 شلون توقف هذا الموقف الان مع الشرعية، مع 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 حكومة الكويت. فانا طبعا هني ككويتي فقلت لهم بان احنا في الكويت عندنا دستور، عندنا حق الراي وحق التعبير والاختلاف والراي والراي الاخر، هذا بالكويت داخل الكويت. اذا احنا عندنا شغلة وبنحاسب حكومتنا، مو اليوم، لان اليوم ما عندنا ديرة، اليوم احنا في 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 في, في غزو، إذا رجعنا الكويت إحنا نقدر نتحاسب، أما الآن فإحنا كل الكويتيين أيا كنا راح نكون موقف واحد. وقلت لهم أذكر بيت من الشعر وايد اللي جاي يعني صدمة إخواننا الكويتيين: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن شحوا علي كرام. هذه وايد تأثروا فيها، حتى أذكر الله يرحمه شاكر الكاظمي أخذ أشرطة ووزعها، يعني نسخ على هذه الأشرطة ووزعها، ولقيت الحمد لله صدى إن إحنا ككويتين راح نكون لحمة واحدة، راح نكون إيد واحدة، راح نكون صوت واحد، إلا أن الله سبحانه وتعالى يحرر الكويت. داخل الكويت عاد إحنا ننياز بيننا وبين حكومتنا. طيب.